اسلاميين مستغلين، لان مثلا هذاك علاش متواجدين ديما؟ لان خدمتهم هي هذيك. مثالي دابا هذاك السيد مثلا هذاك الفقيه ولا العمري مثلا يوميا كاين خدمته السيد ولا خدمته يوتيوب، فهمتي؟ هذاك المهنه ديالو التي هي يدير لي فيديو في تيك توك، يعني هذا هو اللي كيفسر التواجد ديالهم الدائم واليومي، ولا الناس مقابلين هذا الشيء وعندهم كاين موارد ماليه اللي كتسمح لهم باش يتواجدوا يوميا في هذه المواقع، في تيك توك، في انستغرام، في اليوتيوب، يعني بمواقع رسميه ديالهم، وكتدخل لهم الاشهار، كتدخل لهم فلوس باش يقدروا يستمروا. كانت هذه مساله طبيعيه، ما عرفتش كتجيني رد فعل طبيعي ان الناس كاملين خرجوا كيناقشوا الموضوع بما فيه الاسلاميين، ولكن اللي كيكون موجد راسه قبل وموجد القنوات وموجد ديجا مستعد راه كيكون عنده الخروج ابرز، وكيكون عنده الخروج اقوى من واحد اخر اللي ما مستعدش، ما عندوش خطه تواصليه في مواقع التواصل الاجتماعي بحال الاخرين. كنظن مساله هكا كنفسرها. كنظن بالنسبه لهذا الموضوع ديال التواجد في مواقع التواصل الاجتماعي، خاص اولا الجمعيات والحركات الحقوقيه والنسائيه المناضله في المغرب خاصها تعتبره كاختيار استراتيجي ديال التواصل، خاصها توعى انه اختيار استراتيجي ديال التواصل، ميمكنش ماشي غير هوايه غادي نديروها ملي غيكون عندنا الوقت. هذه مهنه بعدا، اولا ولات مهنه قائمه بذاتها في العالم، الخدمه ديالهم، العمل ديالهم اليومي هو التواصل مع الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لان اللي ما كياخذهاش بعين الاعتبار دابا غيكون خارج التاريخ، لان ميمكنلكش تعتمد مثلا فقط على ندوات صحفيه كلاسيكيه بحال الدول اللي حضرنا لها اليوم باش تتعول على ان صوتك غادي يوصل للناس وخصوصا الشباب، مستحيل.